معايا عبر الهاتف الآن هوبر فيلود المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو، مداخلة مهمة جدا قبل مواجهة منتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم. يا فندم مشرف ومنور. مساء الخير عليكم وأشكركم على هذا الاستقبال الجميل. ده احنا سعداء جدا بتواجدك معنا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. وسؤالي الأول لحضرتك، كيف تنظر لهذه المجموعة، المجموعة المهمة والكبيرة، المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم اللي فيها منتخب مصر وغينيا بيساو وسيراليون والمنتخب الأثيوبي والمنتخب الجيبوتي؟ المجموعة صعبة جدا بالتأكيد. هناك المرشح الأول في هذه المجموعة هي مصر بالتأكيد. مصر هي المرشح الأول، والفرق التي شاركت في الكان الأخيرة بالتأكيد هي أيضا لاحظوها مثل بوركينا فاسو وسيراليون وغينيا بيساو، كان لهم مشاركة جيدة في البطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة والجميع كان شاهد على ذلك، وأعتقد أنهم سيشكلون صعوبة في هذه المجموعة. لما القرعة أجريت هل زعلت أو اتصدمت من تواجدك مع منتخب مصر في المجموعة؟ كنت تتمنى مجموعة أخرى ولا ما كانش فارق معاك أي مجموعة؟ وجود فريق كبير في مجموعتنا هو أمر طبيعي بالتأكيد، وخاصة أننا في التصنيف الثاني، فبالتأكيد سوف نواجه فريقا كبيرا. مصر كما قلت هي المرشح الأول، ونحن في مجموعة فيها 6 فرق، سوف نلعب بنظام الذهاب والإياب، إذن سيكون هناك نوع من التكافؤ في الفرص من أجل التأهل إلى المونديال. ماذا عن ترتيباتك وخططك وأفكارك لمنتخب بوركينا فاسو؟ هل هو منتخب الآن جاهز للمشاركة؟ هل هناك بعض المعوقات؟ منتخب شاب، منتخب له خبرات، نعلم أن هناك عدد من اللاعبين المحترفين في أوروبا في هذا المنتخب، هل ترى أن المنتخب في هذه اللحظة قادر على منافسة منتخب مصر بقوة على بطاقة المجموعة مع باقي المنتخبات بكل تأكيد؟ بالتأكيد نحن لدينا فرصة في هذه المجموعة، كما أؤكد مرة أخرى أن مصر هي المرشح الأول، ولكن تبقى حظوظنا في الكان الأخيرة كأس أمم أفريقيا الأخيرة بوركينا فاسو أنهت في المركز الرابع، كنا قريبين من المباراة النهائية في الكان. الفريق الحالي لبوركينا فاسو فريق يجمع ما بين الخبرة والشباب كما تفضلت وقلت حضرتك، وهناك مجموعة مميزة من اللاعبين التي تلعب في أوروبا ولديهم خبرات كبيرة في مستويات كرة القدم المتقدمة ويستطيعون تجاوز المواقف الصعبة. هل تابعت المنتخب المصري في الفترات الماضية الفرق المصرية، اللاعبين المصريين، تعرف أي من اللاعبين المصريين أو الفرق المصرية خلال الفترة الماضية؟ أكيد أعلم بعض الفرق بالتأكيد. مصر هي أمة كبيرة في كرة القدم، ومن منا لا يعرف محمد صلاح؟ بالتأكيد صلاح هو لاعب مونديالي، هو لاعب عالمي والجميع يعرف محمد صلاح، وهو لاعب دائما يلعب بحماس كبير مع منتخب بلده، دائما لديه الدافع لتقديم كل ما لديه مع منتخب مصر. إذن نحن سنواجه مصر ونحن لدينا الكثير من التخوفات من صلاح ورفاقه ومن اللاعبين الذين يلعبون في الأندية المصرية المحلية، أيضا الذين يلعبون في الأهلي والزمالك وبيراميدز لاعبون على مستوى عال، أيضا ليس فقط المحترفون في الخارج وليس فقط محمد صلاح، وسوف نبذل قصارى جهدنا امام هذه المجموعه الرائعه من اللاعبين المصريين. روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، واحد من الاسماء الكبيره في المنطقه العربيه، مثلك ايضا لك خبرات كبيره في المنطقه العربيه والمنطقه الافريقيه، كيف ترى مواجهه روي فيتوريا بشكل فني وتكتيكي كمدرب كبير مثلك ايضا؟ لم ندرس بعد الفريق المصري على المستوى التكتيكي، لم ندرس التكتيك المصري
déjà on connaît pas la date du match. حتى الان لا نعرف التاريخ المحدد للمباراه, وبكل تأكيد قبيل المباراة سوف ندرس التكتيك الخاص بمنتخب مصر, وسوف نتعرف على المعوقات التي ستقابلنا والمشكلة التي تقابلنا مع هذا الفريق الكبير, وسوف نبحث كيف ستكون لنا سبل المرور من الفريق المصري. الفريق المصري الذي يحظى بشعبية كبيرة في القارة الأفريقية, الفريق المصري الذي يلعب أمام جمهور كبير دائما في القاهرة. أرى أن الفريقين الكبيران في هذه المجموعة هي مصر وبوركينا فاسو, والتنافس سيكون بينهما على أشدهما. طيب, كان هناك في أزمة اتقالت أنه بوركينا مش هتستضيف مبارياتها قدام منتخب مصر وباقي المنتخبات لأن ملاعبها مش جاهزة أو مش مطابقة للمواصفات اللي بتطلبها أو بيطلبها الكاف. هل المشكلة دي اتحلت؟ هل بوركينا هتلعب على ملعبها ولا هتلعب خارج ملعبها؟ لا نعلم بعد. الدولة والحكومة تبذل قصارى جهدها لكي تكون المباريات في داخل بوركينا فاسو. حتى الآن كما قلت لم تتحدد موعد المباريات, ولكن هناك بحسب معلوماتي هناك استاد في طور الإعداد, في طور التجهيز. سوف من المفترض أننا سوف نلعب على مبارياتنا, ولكن لا شيء مؤكد حتى الآن. طيب, بما أنه لا شيء مؤكد, الخطة البديلة فكرتوا في بلعب في أي بلد لو بوركينا مش هتستضيف مبارياتها في تصفيات كأس العالم؟ أي بلد؟ نعم, منذ ثلاث أو أربع سنوات بوركينا فاسو تلعب في مراكش بالمغرب. كل المباريات المهمة تلعب هناك. نحن لدينا دائما شعور بأننا نلعب بين أهلنا حينما نكون في مراكش. إذن إن لم نلعب في بوركينا فاسو, إن لم يكن الملعب في بوركينا فاسو جاهزا, أعتقد أننا سوف نلعب في مراكش كما هي العادة منذ ثلاث أو أربع سنوات. نتحدث عن ورقة محمد صلاح كأهم ورقة في المنتخب المصري, ومعه عدد كبير من زملائه الموهوبين زي تريزيجيه وعمر مرموش وآخرين على سبيل المثال وليس الحصر. أي اللاعبين هم الأبرز أو اللي تعول عليهم مع منتخب بوركينا فاسو في مواجهة مصر وباقي المنتخبات في تصفيات كأس العالم؟ لدينا برتران تراوري وسيريل بايالا ولدينا أكثر من لاعب يلعب في الدوري الإنجليزي, ولدينا لاعب نادي بورتسموث الإنجليزي, لدينا أكثر من لاعب يلعبون في أندية كبيرة في أوروبا, ولدينا لاعب وسط دفاع يلعب في بايرن ليفركوزن في ألمانيا. لدينا لاعبون لديهم خبرة هذه اللقاءات, لدينا لاعبون قادرون على مواجهة اللاعبون كبار من تريز صلاح, لدينا لاعبون يلعبون في فرنسا, لاعبون يلعبون في إيطاليا, لدينا مجموعة مختلفة من اللاعبين بأكثر من بروفايل يستطيعون مواجهة صلاح ورفاقه. هوبر فلود المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو قبل مواجهة منتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم, أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة المهمة. يعني منتخب بوركينا واحد من المنتخبات الكبيرة أفريقيا الآن, عنده عناصر كثيرة مهمة. بعض الناس تحدثوا أن مجموعتنا سهلة وبسيطة. منتخب بوركينا منتخب خطير جدا, باقي المنتخبات قوية أيضا على فكرة, في بعض المنتخبات ممكن تضايقنا يعني, بس أنت عندك غينيا بيساو, عندك سيراليون, يعني دي المنتخبات اللي ممكن تضايقك في المجموعة مع كامل الاحترام طبعا منتخب إثيوبيا ومنتخب جيبوتي, بس تحدث تحديدا منتخبات لها باع في المنافسات الأفريقية, أبرزهم طبعا منتخب بوركينا عنده عناصر كثير. وقتها إن شاء الله قبل مواجهة منتخب مصر نتحدث عن العناصر دي وعن أبرز اللاعبين المهمين جدا, والآن هو تحدث معي عن بعض اللاعبين المهمين في منتخب بوركينا, وسمعته الأندية وأسماء كبيرة وأندية أوروبية كبيرة. إن شاء الله بإذن الله بإذن الله تبقى المجموعة ميسرة, وسيفضل منتخب بوركينا هو أقوى منافس. طبعا أنتوا عارفين إن بطاقة واحدة هي اللي تؤهل للمونديال عن هذه المجموعة وكل المجموعات طبعا.